الحياة دايما مشاركة روحك انت معنا
رأيك فارق، ساعد، شارك. إيفا فارما، صحتك في أمان. مساء الخير على حضراتكم جميعا، أتمنى حضراتكم تكونوا بخير وطيبين وبصحة، حضراتكم وكل أسركم بخير دايما كده يا رب. أنا بتشرف دايما، أنا مين عماد ميديكال ريبريزنتيف إيفا فارما، إن أنا بوجودي مع حضراتكم في الريجولار ميتنج بتاع حضراتكم، وبنشكر طبعا كل أساتذتنا وكل الدكاترة على وجود حضراتكم معانا، ودايما بنكرر الشكر للدكتور محمد عبد الرحمن إن هو سمح لنا بالفرصة إن احنا نسمع دايما علم كبير اللي حضراتكم بتقدموه لينا دايما. يعني انا النهارده هتكلم بريف سريع كده على برودكت يعتبر من اهم البرودكت عندنا في ايفا فارما، ويعتبر اهم برودكت في البورتفوليو النيورو ساينس، هو الراميكسول. الراميكسول ده هيدروكلورايد بيشنت الباركنسون. هتكلم في البدايه على الميكانيزم اوف اكشن اوف الراميكسول. زي ما حضرتك هو از دوبامين اجونست، فهو بيعمل ستيميوليت للدوبامين ريسبتور دايركت في الستريتم، فبالتالي بيعمل الفيتنج للسيمبتومز اوف باركنسون ديس اوردر. لو جينا اتكلمنا على الجزء اللي هو الفارماكوكاينيتكس للراميكسول، طبعا اول حاجه الابسوربشن. الميزه بتاعه الراميكسول ان هو باي افيلابيلتي اوف الراميكسول هو 90%، اكتر من 90%. من حاجه مهمه جدا وخصوصا البيشنت الباركنسون بيبقى محتاجها، اللي هو ان هو البيك كونسنتريشن بيوصل له البيشنت بعد 2 اورز. فطبعا المشاكل اللي كانت بتحصل مع الفيدوبا والتي هاف بتاعته القليله، احنا بنقدر ممكن نخليها ان احنا بنوصل بسرعه للبيك بتاعه الراميكسول. هنعرف وخصوصا لما يكون هو التي هاف بتاعته بتفضل لفتره طويله، وهنشوف قدام لو مع الليفودوبا هتفرق الحاجات دي بتبقى ازاي. فاول حاجه الابزوربشن بيك بيوصل في خلال ساعتين، الباي افيلابيلتي اكتر من 90%. الديستريبيوشن، احنا الراميكسول بيتميز ان هو زي ما قلنا ان التي هاف بتكون 8 ساعات في اليانج بيشنت و12 ساعه في الالدري بيشنت. طبعا لو حطينا الاثنين دول مع بعض هتفرق وتبقى تدي شكل كويس مع بيشنت الباركنسون، بدل ما كان بياخد جرعه الليفودوبا كل ساعتين او كل 3 ساعات، فاحنا بنقدر بنوصل للبيك بسرعه في خلال ساعتين مع بخلال الراميكسول. وفي نفس الوقت التي هاف بتاعته طويله جدا، فمش محتاج ان احنا ناخد الدواء كل ساعتين او كل 3 ساعات عكس الليفودوبا. الميتابوليزم اليمينيشن الراميكسول هو الاكسكريشن بيكون من خلال اليورين،
اكتر من 90% بيطلع ريكفرد في اليورين، طبعا بيبقى ان تشينجد دراج. في الرينال بيشنت يبقى رينال امبيرمنت، احنا الكوز الكوشن الوحيد ان احنا بنقول بنحتاج دوز ادجستمنت في بيشنت الرينال رينال امبيرد، لانه بيبقى 75% لور في البيشنت اللي هي ويز سيفير رينال امبيرمنت، 60% لور في البيشنت اللي هي ويز مودريت رينال امبيرمنت. طيب لو جينا اتكلمنا على الانديكيشنز اوف الراميكسول، هو الراميكسول هو واخد الاف دي ابروف از امون ثيرابي في حالات الايرلي او المايلد باركنسون ديزيز، ممكن يستخدم از امون ثيرابي، لكن في بيشنت اللي بيبقى ادفانسد او سيفير باركنسون طبعا ما فيش لا غنى عن استخدام الليفيدوبا، لكن بيبقى اضافه الراميكسول از ادجوفنت ثيرابي بيكون اضافه قويه جدا لبيشنت الباركنسون. ومش بس كده، كمان ده بيحدد لي يحدد لي من مشكله الليفيدوبا اللي حضرتك كلها عارفين ديسكاينيزيا الويرينج اوف، البيشنت دايما تلاقيه داخل في سايد افكت بتبقى مزعجه جدا وايرتنت جدا للبيشنت واهله، واعتقد برضو بتكون ايرتنت جدا لحضراتكم. اضافه الراميكسول في بريسكريبشن الباركنسون بيحل كل المشاكل دي، بيقلل السايد افكتس بتاعت الليفودوبا، ومش بس كده ده كمان هو بيقلل ان احنا ممكن نقلل جرعه الليفودوبا عن لونج تيرم، هنشوف يعني في السلايد اللي جايه. احنا هنا الدوزنج في البيشنت ويز بنتكلم النورمال رينال فانكشن، الانيشال دوز بتكون بنبدا بدوز معينه 37 من 100 مللي جرام بير داي، وبنزود جرادولي لغايه ما بنوصل في البير داي 4.5 مللي جرام بير داي. احنا المينتيننس دوز او التريتمنت بتاع المينتيننس دوز في الراميكسول 3 مللي جرام بير داي، بتتقسم الثلاث راس مرات ثلاث مرات في اليوم، 1 مللي جرام في كل مره. طب احنا كنا اتكلمنا لو هو في حالات الادجوفنت ثيرابي بيبقى اضافه قويه جدا مع بيشنت الباركنسون، مع الليفودوبا في بيشنت الباركنسون ان هو بيقلل لي المشاكل المزعجه بتاعت الليفودوبا ديسكاينيزيا ورينج اوف كل المشاكل دي. ومش بس كده، احنا مع مشاكل اللونج على اللونج تيرم احنا كمان بنقلل جرعه الليفودوبا بنسبه 30%، جاست ان انا بضيف الراميكسول في لو بيشنت باركنسون ماشي على الليفودوبا، جاست ان انا بحط الراميكسول ده بيخليني بقلل جرعه الليفودوبا واحده واحده لحين ما اوصل ان هو بيقلل لي جرعه الليفودوبا بنسبه 30% من الجرعه اللي هو كان بياخدها في الاول. طبعا لو نو ادفيرس افكتس، لو حتى البيشنت وصل انه اخد 11 مللي جرام بير داي لمده في خلال يومين، احنا مش بنشوف عليه اعراض جانبيه الا لو حصل بارس ريت، طبعا ده بيبقى مع بيشنت الباركنسون مش مشكله كبيره جدا ان هو ياخد كل ان هو ان هو مش بيشنت الزهايمر ان هو ممكن ينسى كل ياخد كل الاقراص دي، حتى ولو احنا برضو بيبقى الادفيرس ايفنت للراميكسول حتى لو وصل 11 مللي جرام بير داي لمده يومين، احنا ممكن بيشنت بيبقى كنترول مشكله، بس ممكن لو حصل في البارس ريت بيبقى عالي، لكن احنا الحمد لله الراميكسول لغايه 4.5 مللي جرام بير داي هو في السيف مارجن ان احنا ما فيش اي مشكله معاه. دي مينا، بعتذر انا بقطعك، بس هو دكتور شادي بيطلب من حياتك لو ممكن تعلي صوتك يا مينا. تمام يا شادي، تمام. طب انت سامعني كويس؟ طيب انا سامعك كويس، بس يعني لو عليت صوتك شويه حاجه بسيطه يبقى افضل لينا كلنا. طيب اوكي تمام يا شادي، ميرسي ليك. احنا الراميكسول موجود عندنا بتو فورم، فورمتين عندنا، الراميكسول ربع وعندنا الراميكسول واحد. احنا دي الدوزج لو هنبدا ببيشنت از امونو ثيرابي، احنا بنبدا بنص قرص الربع في الاول، وبعد الاسبوع بنزود بندي قرص كامل، وبعد اسبوعين بنزود قرص تاني عليه، بحيث ان احنا ممكن نوصل لغايه زي ما قلت حضراتكم ان احنا بنبقى عندنا 4.5 مللي جرام بير دي، مفيش اي مشكله. احنا زي ما حضراتكم احنا ممكن نبدا بالنص الربع نص القرص ثلاث مرات في اليوم، او بعد كده احنا ممكن نزود لقرص كامل من الربع، او لو بيشنت ان هو كان اوريدي ده في حالات المونوثيرابي، لو بيشنت اوريدي كان مع ليفودوبا بتايتريت بنفس الدوز دي، وفي نفس الوقت احنا ممكن نحط نبدا بالواحد تركيز الواحد مللي جرام نص الواحد مرتين في اليوم، بنعلى بالبيك بتاعه الرابكسول في نفس ذات التوقيت، احنا بنلاقي بنفسنا احنا بننزل بالدوز بتاعه الليفودوبا، وبيشنت بيبقى ان شاء الله بيبقى فول كنترول مع حضراتكم، جاست ان احنا بنزود في الرامكسول بنوقف بنوقف جرعه الليفودوبا، وممكن بعد كده بنلاقينا بنقلل جرعه الليفودوبا. احنا زي ما قلت لحضراتكم احنا عندنا الراميكسول موجود في تو فورم في الماركت، عندنا تركيز الربع وتركيز الواحد مللي جرام، الحمد لله الاثنين سكور تابلت.
الراميكسول الربع عندنا بوكس 30 تابلت سعرها 33 جنيه، سعر الشريط 11 جنيه، والراميكسول الواحد سعر الشريط 30 جنيه. أتمنى إن حضراتكم يكون ال يعني البرزنتيشن، أتمنى إن هي يعني في أي سؤال عند حضراتكم أتمنى إن أنا جاوبت عليه، وأتمنى إن هو البيشنت بتاع حضراتكم بيشنت الباركنسون يقدر يستفيد بشكل كويس من الراميكسول، وإن شاء الله يكون تراست لحضراتكم جميعا. يعني أنا كده خلصت البرزنتيشن بتاعتي، بشكر حضراتكم جدا على وقتكم. ودكتور محمد عبد الرحمن لو حضرتك سامعني دلوقتي، دكتور محمد يعني ممكن هو دكتور شادي كان ريز هاند، لو حضرتك لو في سؤال معين، ولا كانت المشكلة اللي هي مشكلة الصوت اللي كانت من شوية. هو دكتور شادي كان عنده سؤال فعلا، اتفضل يا دكتور شادي. الو اتفضل يا دكتور. الصوت عندي واضح كده؟ تمام سامعين حضرتك يا دكتور. تمام. شكرا دكتور شادي ترمينا على تبني المحاضرات دي. انا بس كان عندي سؤال سريع في موضوع الراميكسول او الدهون اجونست، الدوز بتاعت الراميكسول في حالات الديكس سندروم، حضرتك في بيبرز او في اكسبيرينس في القصه دي؟ تمام يا دكتور. هو فعلا البيشنت الريسل ليك سندروم زي ما حضرتك بتقول هو بيشنت صعب جدا، فبس الحمد لله احنا الراميكسول فعلا كان جايب نتائج هايله جدا جدا مع بيشنت الريسس ليك سندروم. تمام. انا كان قصدي الدوز، يعني سواء كان دوز ادجستمنت او كده دوز. تمام. احنا ممكن يا دكتور نبدا بنص قرص الربع مره واحده بالليل، تمام، هتلاقي البيشنت بتاع حضرتك كنترول، حتى لو كان كده الحاله صعبه جدا هو قرص واحد ممكن لو وصلنا له، بس هي مع نص قرص البيشن بيبقى فول كنترول. وفي بيشن تمام. تاني مع قرص كامل من الربع، بس مش هنوصل للواحد قرص الربع بيبقى البيشن بتاعه بالله عليك عشان بسمع محاضرة عليه، يعني بيجيب ريزلت هايله جدا جدا في الكيس دي. تمام كده يا دكتور شارح، جاوبت على سؤال حضرتك. تمام كده تمام. شكرا دكتور مينا، شكرا خالص، وفي انتظار دكتور محمد عبد الرحمن ان شاء الله. العفو. دكتور محمد عبد الرحمن حضرتك سامعني يا دكتور؟ لا لا ركبت على المياه. دكتور محمد حضرتك سامعني؟ يا عزيز شنقير احنا دكاتره برضو بنستغل ان احنا يعني لغايه ما دكتور محمد عبد الرحمن تقريبا في مشكله في الكونكشن حاجه زي كده، ان احنا بنذكر حضراتكم ان احنا الحمد لله دلوقتي عندنا الدونازيل الدون بيزيل ال 5 مللي جرام والبيشنت الالزهايمر، وعندنا الزوني فان اللي هو زوني سامايد بيشنت الانتي بيشنت البيليبسي. حاليا التو برودكتس متوفرين في مستشفى الجامعه، بحيث البيشنت بتاع حضراتكم بيشنت الالزهايمر يقدر يستفيد من الدونازيل بشكل كويس، وبيشنت الابليبسي يقدر يستفيد من الزوني فان التركيز ال 50 وال 100 مللي جرام بشكل كويس. ونتمنى الدكاتره برضو نسمع فيدباك كده من حضراتكم في التو برودكتس المتوفرين في المستشفى، ولو في اي كومنت طبعا على الراميكسول هكون سعيد جدا مع حضراتكم يعني نسمعه.
مساء الخير يا دكاتره. يعني انا برضو حابب افكركم ان احنا ان شاء الله الجمعه الجايه مكملين في السي ام اي بالتعاون مع الجمعيه المصريه للطب النفسي. ان شاء الله اللي هيقدم السيشن دكتوره نهله ودكتور طارق عكاشه، ان شاء الله هيكون يوم الجمعه الساعه 9 بالليل. نتمنى حضراتكم تكونوا معانا ان شاء الله. أنا لسه مكلم دكتور محمد، على بال ما دكتور محمد يجي حابين نسمع من حضراتكم. لو حد من حضراتكم كان متابع معنا في الموفمنت ديسوردر ويبينار وحابب يضيف فيدباك أو في حاجة معينة حابب يناقشها معنا، إحنا تحت أمركم.
المضاد بالقومية العربية على الأرض بعد احنا بس دكاتره بنعتذر عن التاخير. هو بس دكتور محمد في مشكله بس في الكونكشن في الصوت هيصلح ان شاء الله.
دكاترة معلش، هو الدكتور محمد بيعتذر برضو ان هو الصوت فيه مشكلة من عند كونكشن في الصوت، فننتظر بس دقايق لغاية ما هو الدكتور محمد يقدر يجوين معانا يعني صوت وسكرين. تمام يا دكتور، الصوت واضح. تمام. معلش انا اسف جدا على التاخير. وكل سنه وانتم طيبين، ودايما الايام الحلوه بتمشي بسرعه. وعشان متاخرين فهنبدا على طول. النهارده ان شاء الله هنتكلم على السبيسيفيك مانجمنت اوف اكيوت ستروك. كده الشير شغال، السلايدز شغاله. ايوه دكتور، تمام مظبوط. تمام، هنتكلم عن السبيسيفيك، هنتكلم عن السبيسيفيك مانجمنت اوف اكيوت اسكيميك ستروك. احنا المحاضره اللي فاتت اتكلمنا على الباثوفيسيولوجي اوف اكيوت اسكيميك ستروك، وعرفنا ازاي ان الباثوفيسيولوجي بتاع الاكيوت اسكيميك ستروك مهم جدا ان احنا نتكلم على الاريا بتاعت الكور والاريا بتاع البنمبرا. وقلنا احنا المشكله اللي عندنا اوبستراكشن في البلاد فيزلز، وفي ميتابوليك تشينز على مستوى السيلز، وبالتالي التريتمنت بتاعنا هيبقى السبيسيفيك مانجمنت هيبقى تارجتد للحتتين دول. دي الصوره بتاعت الكليه. احنا المانجمنت بتاعت الستروك عندنا زي ما قلنا قبل كده، ان احنا المهم عندي ان انا الاستراتيجيز بتاعتي ان انا ابدا استخدم الـ اشوف البوبوليشن بتاعي، بعمل سكريننج للبوبوليشن، بشوف في ريسك فاكتورز بشوفها، اعمل ماس بوبوليشن استراتيجي، البلاد بريشر بشوف ايه الاخبار، الجلوكوز، السموكينج، الليبتس، دول ذا موست كومون ريسك فاكتورز ان انا بدور عليهم، ان انا احاول اني اشوف الحاجات دي واشوف ايه الاخبار بتاعتها واعمل لهم تريتمنت. اكتشفت هاي ريسكي بيشنتس، الناس اللي عندهم هايبرتنشن، الناس اللي عندهم تي اي اي ترانس اسكيميك اتاك، الناس اللي عندهم اتريال فايبريليشن، الاذر فاسكولار ديزيزز، بعمل لهم تريتمنت. الحاجه الثانيه عندي الحاجه الثالثه الستروك نفسها،
لا اما عندي اسكيميك ستروك لا اما عندي هيموراجيك ستروك. بعد كده البريفنشن ويتكلم على جزء منه الدكتور احمد نصر اللي هو التريتمنت السكندري بريفنشن، ازاي بتعامل مع عيان حصل له اوريدي ستروك ونوت انديكيتد فور تيشو بلازميشن اكتيفيتورز. برضو التريتمنت اوف او التريتمنت البريفنشن اوف ريكارنس، ان انا من الاهداف بتاعتي ان امنع الريكارنس اوف ستروك، مش الفكره ان انا اعالج الستروك، لا بعد كده مهم جدا ان امنع الريكارنس. برضو الريهاب ده كلها ايتمز مهمه جدا ان انا اتعامل معاها. برضو يمكن السلايدز دي اتكلمنا على السلايد دي اتكلمنا عليها المره اللي فاتت، ان العيان لو عندي ستروك بشوف الهدف بتاعي التارجت بتاعي. انا في الاول البري هوسبيتال مانجمنت مش هنتكلم عليه خالص، العيان وصل عند المستشفى بشوف العيان ده، العيان اللي عندي في المستشفى ده ستروك اور نوت. لو نوت ستروك في بيدخل في التراج اند مانجمنت از ابروبريت. لو العيان ده ستروك بشوف العيان ده اسكيميك ولا هيموراجيك. لو العيان اسكيميك بشوف العيان ده كانديديت فور تي بي اي اللي هو تيشو بلازميشن اكتيفيتور اور نوت. لو كان ديديت في التي بي اي هيدخل في التي بي اي بروتوكول، وده اللي احنا هنتكلم عليه النهارده. لو مش كان ديديت للتي بي اي في العيان كان اندوفاسكولار بروتوكول ولا لا. لو كان ديديت في اندوفاسكولار بروتوكول بيدخل في اندوفاسكولار بروتوكول. لو مش كان ديديت، انا في حاجات مهمه جدا في التريتمنت، يبقى الهدف من الكيس تريتمنت استخدم ايه. العيان جامي دلوقتي وزن اورس، انا هتعامل معاه ازاي؟ لا اما هديله ثرومبوليتيك دراجز، لا اما هديله انتي بليتليت دراجز او انتي كوجولانت او انترفنشن تريتمنت او سيرجي بليتليت. معاها دكتور احمد نصر المره اللي فاتت وباستفاضه قضى و انتي بليتليتس انديكيشن بس. وبعد كده الانتي كواجولانت تريتمنت هتكلم عليها برضو دكتور احمد نصر. أمينة. لا يا دكتور أنا معاك شادي. هيا يا دكتور أنا سامع حضرتك يا دكتور. أنا سامع حضرتك يا دكتور. يا شادي. أنا سامع حضرتك. اتفضل يا دكتور. الصوت واضح يا شادي؟ هو بس كان بيقطع شوية. هو كان بيقطع شوية ودلوقتي واضح أكتر. انت يا دكتور حضرتك بتتكلم طب دلوقتي يا دكتور؟ صوت واضح كده يا شادي؟ كده افضل يا دكتور. تمام حضرتك سامعني؟ كده واضح؟ كده واضح يا فندم. واضح يا دكتور. كده واضح؟ كده واضح. انا سامعك كده واضح؟ كده تمام يا دكتور حضرتك كمان. طيب لو لقيت الصوت انا شغلتها انت كده يا دكتور حضرتك كتمت الصوت حضرتك كده دوست اللي هي ان ميوت. ايوه ماشي. ايوه كده يا دكتور حضرتك كده كده تمام يا دكتور حضرتك صوت وصوره.
كده تمام يا دكتور؟ الصوت واضح؟ الصوت واضح، انا سامعه كده كويس. الصوت واضح يا مينا؟ ايوه كده شادي، انا سامع حضرتك. صوت وصورة يا دكتور. طيب لو لقيت الصوت مش واضح نبهنا. ها تمام يا دكتور، لو الصوت مش واضح هعمل ريز هاند يا دكتور، هيبان عند حضرتك. احنا احنا قلنا الايدل ان انا الارتر اللي اتقفل ده، الارتر اللي اتقفل ده ببدا افتحه بثرومبوليتك ثيرابي. الحاجه الثانيه على مستوى السيلز لا بعمل انهبيشن اور موديوليشن اوف انفلاماتوري بروسيس. الحاجه الثالثه سايتو بروتكشن استراتيجيز ايمد ات سيلولار اند ميتابوليك تارجت. احنا النهارده هنتكلم على الريبرفيوجن وحاجه صغيره عن نيورو بروتكتيف دراجز. طيب العيان اول ما يجيني انا هعمل ايه؟ اول حاجه هعمل اي بي سي، ايه اللي هي اير واي اوبننج، زي ما باين في الصوره، في الصوره الاولانيه ان انا بعمل تيلتنج للهيد وبعمل ليفيشن للجو عشان افتح الاير واي. الحاجه الثانيه بعمل بريثنج ان انا اشوف العيان بيتنفس كويس ولا لا، لو ما كانش بيتنفس كويس ابدا احط اير واي عشان افتح اعمل جود بريثنج. لو حصل الحاجه الثالثه سيركوليشن ان انا بشوف لو العيان فيه ارست ولا حاجه بعمل ايه، بعمل مساج للشست عشان اشوف الدنيا ماشيه، ارجع الهارت بيت تاني. ده غالبا بيبقى في الكوماتوز بيشنتس. الحاجه الثانيه المهمه الفايتال ساينس، الفايتال ساينس البلس، البلس فيري امبورتنت، ان انا لازم احط ايدي على البلس واشوف هل في اي اف ولا لا، هل الريت بتاعي سواء الريت والريجولاريتي. اللي يهمنا في الاستروك الريجولاريتي اكتر منها كريت، يعني اللي يهمني البلس الريجولار اور نوت، لكن ما يهمش عندي كتير الريت قد ما اهميه الريجولار اور نوت. الحاجه الثانيه المهمه بشوف البلاد بريشر بتاعي والسيستول والديستول وبسجله، بشوف بحط السماعه عشان اسمع الهارت، بحط الايدي على البلس بتاع الدوبلا، البلس بتاع النك، بشوف الكاروتيد، بشوف الاكستريميتي، بشوف في بلسيشن بريفرال اورنو. بعد كده ابدا اخد هيستوري واعمل ان اي اتش اس اس سكيل، ودول هنتكلم عليهم بالتفصيل. يعني دي الفايتال ساينس اللي انا بشوفها الاول، اول ما العيان يجي يدخل لي بشوف الفايتال ساينس دي وابدا اشوف اعمل اسسمنت الفايتال ساينس. بعد كده بعمل باخد الهيستوري. في الهيستوري مهم جدا ان انا في الهيستوري اخد الريسك فاكتورز بتاعتي. الريسك فاكتورز في الهيستوري مهمه جدا، في تريتد ريسك فاكتورز وفي كان نوت تشينجد اور كان نوت تريتد ريسك فاكتورز. كان نوت تشينج ريسك فاكتورز زي الايج، الايج بتاع العيان فيري امبورتنت. ليه؟ لان بيبين لي التايب اوف ستروك اللي انا بتعامل معاها ازاي. البرور ستروك اور ام اي اي، ام اي هل العيان كان عنده مايوكارديا انفاكشن والانست بتاعها امتى والديوريشن بتاعها امتى، لان ده مهم جدا في التريتمنت بتاعي وفي التي بي اي عشان اشوف ان كان عنده ريسنت مايوكارديا انفاكشن ولا لا. ده السكس بتاع العيان، وبالذات لو في فيميل لا بشوف الفيميل دي ممكن تكون بريجننت، ده مهم جدا في التريتمنت. في جينيتك ريسك فاكتورز ولا لا. لكن التريتد ريسك فاكتورز مهمه جدا بقى. الهاي بلاد بريشر، هاي بلاد بريشر او لو بلاد بريشر الاثنين فيري امبورتنت، لكن طبعا الهاي بلاد بريشر والبلاد بريشر قد ايه ولازم يتسجل، ان ده مهم جدا. بعد كده هنشوف التريتمنت بتاعه ازاي سواء بري انجكشن او بوست انجكشن.
السموكنج، هل العيان ده سموكر ولا لا؟ الديابيتس ميليتس، هل عن العيان ده ديابيتك والديابيتس بتاعه كان كنترولد ولا لا؟ وكان كنترولد على ايه؟ وكان ريجولر على التريتمنت ولا لا؟ لو كان عند العيان تي اي اي وكانت التي اي اي بتاعته، هل التي اي اي بتاعته دي كانت نفس البيكشر بتاعه الاستروك الحاليه؟ بيديني فكره على ان ده ثرومبوتيك او امبوتيك. كان عنده اتريال فايبريليشن قبل ما يدخل في الاستروك ولا لا؟ وكان بياخد لها تريتمنت اور نوت؟ ولا ما كانش عنده اتريال فايبريليشن وحاليا عنده اتريال فايبريليشن مع الانسد بتاعه الاستروك؟ الأزهر هارت ديزيز زي الام اي مايوكارد انفاكشن، الكاروتيد ارتري ديزيز زي لو العيان عنده كاروتيد ستينوزيس او سيرتن بلاد ديس اوردر، السيكل سيل ديزيز، هايبر كوليستيريميا، يعني العيان ده عنده هايبر ليبيديميا او نوت، العيانه دي اوبيز او العيان ده اوبيز ولا لا، العيان ده بيعمل فيزيكال اكتيفيتي ولا لا، العيان ده طبعا الاكسسيف الكحول انتيك مش عندنا، العيان ده بياخد دراج ابيوز اور نوت. يبقى انا عملت في الاول عشان نمره 2 شفت الريسك فاكتورز بتاعتي كويس جدا، ده كله عشان اعمل اسسمنت للعيان، اعمل اسسمنت للعيان السوك اول ما يجي. الحاجه الثالثه الفيري امبورتنت الان اي اتش، الان اي اتش ستروك سكيل ده very very important. ده بيتكلم على 5 major categories: the level of consciousness, the motor function, the cerebellar function, the visual function, the sensation والneglect. كل item من items دي بيبقى من 0 إلى 3 أو في items من 0 إلى 4، في النهاية بديني total score 42 أو 42 السكور. ال NIH ده مهم جدا ليه؟ لان easily performing، ده بوكت المفروض ورقه تبقى في جيب النايب او جيب المدرس المساعد، بعمل assessment في جيبي، بعمل لها assessment واشوف السكور بتاع كل عيان قد ايه، يبقى easily performing، reliable and valid، reliable and valid لانه بياخد كل الايتمز والايتمز بتاعته even narrow items. It is strongly associated with the outcome. ده بي ممكن يحدد لي الoutcome ويحدد لي المينيمال امبروفمنت، يعني المينيمال امبروفمنت اكتر من 4 بوينتس بقول ان في امبروفمنت في السكور. Also can predict a patient اللي هو العيان لو حصل له hemorrhagic transformation او hemorrhagic complication بعد thrombolytic therapy، وبالتالي بيزيد ال NIH score حتى ولو وزيادة بسيطة بيبان في الـ NIH score. ده أهمية الـ NIH score، ولازم أبقى ويعني مش لازم تبقى حافظ وانت تطلعه من جيبك كده وتحط بص على الـ items وتخلص الـ item في ما ياخدش seconds أو minutes. برضو فايدة الـ NIH score بيحدد الـ stroke severity. الـ stroke severity هنا من 0، لو العيان 0 ده normal، العيان السيفيريتي بتاعته لو 1 لـ 4 دي بنسميها الماينور ستروك، والماينور ستروك دي هنا اللي احنا اتكلم عليها الدكتور احمد نصر وقال ان احنا ممكن ندي فيها الدبل انتيبليتد، الدبل انتيبليتد لمده 21 دايز، وبعد كده ممكن في بعض الحالات نكمل 3 شهور دي الماينور ستروك. برضه الماينور ستروك دي اهميتها ان الناس بتقول هل او العيان جاني ياخد تي بي اي ولا ما ياخدش تي بي اي، دي فيري امبورتنت. طبعا في مقولتين، في ناس بتقول ريسنت اللي في الاول كانوا بيقولوا ممنوع وفي الجايد لاينز ما بيدوش التي بي اي، لكن ممكن بعض الناس بتقول لك ممكن ما تضمنش الماينر ستروك دي تزيد، وبالتالي ممكن تدي التي بي اي. من 5 لـ 15 ده المودل ستروك السكيب بتاعه، وده الانديكيتد للتي بي اي، indicated ان انا ادي التي بي اي. ليه؟ لان هو ده بيبقى فيه small branches affection، وبالتالي هي دي اللي بتفتح معايا والعيان بيتحسن كويس جدا. يعني العيان اللي بيتحسن دايما من 5
ل 15 من 5 ل 15 العيان بيتحسن لو خدتي بايه. من 16 ل 20 ده moderately to severe stroke. العيان من 16 ل 20 ده دايما بيبقى فيه large artery obstruction. large artery obstruction ده محتاج thrombectomy, محتاج thrombectomy, وبالتالي ممكن ادي فيه تي بي اي, ممكن اعمل فيه thrombectomy according to imaging لو فعلا عندي thrombus وعامله لي obstruction of large vessel, يبقى ده indicated للثرومبكتومي. وكمان انا لو في مكان فيه الفاسيليتيز بتاعت ايه الثرومبكتومي او الاندوفاسكولار تكنيك. اكتر من 21 او من 21 ل 42 دي سيفير ستروك, دي مش هتستفيد من التي بي اي, وغالبا برضو الثرومبكتومي مش هيبقى ذات قيمه قوي عشان العيان يستفيد, وده بيمشي على الكونزرفاتيف تريتمنت. يبقى هنا السيفيريتي اوف التي بي ال ان اي اتش سكور هنا بيحدد لي السيفيريتي, وبرده بيعمل امباكت على التريتمنت بتاعي ومين الامباكت كامت على اوت كام العيان هيتحسن ولا لا. برده اهميه ال ان اي اتش سكور ان اكتر من 4 بوينت بيحسسني بيبقى في تغيير, وبالتالي بقدر اقول ان العيان اتحسن. برضو ال NIH score بيعمل لي predict ال outcome. predict ال outcome ازاي؟ يعني لو العيان اقل من ال 14 بقول العيان, الاهل العيان لما يسالوني العيان هيتحسن لو اقل من 14 بقول والله اه ده نسبه 80% ان شاء الله يبقى فيه good outcome. لو اكتر من 20 بقول نسبة الاوتكم بتوصل 20%. المهم جدا في الرهاب ازاي؟ ان اكتر من 14 بيبقى سيفير, بيبقى محتاج لونج تيرم كير, يعني العيان محتاج ان فترة طويلة, يعني اقول لهم انه محتاج لونج تيرم كير ومحتاج فيزيوثيرابي وهكذا. من 6 ل 13 العيان ده الكير بتاعه, يعني ممكن ان انا اصلا ابدا الريهابيليتيشن inpatient, يعني ممكن اعمل له inpatient rehabilitation واللي هو early rehabilitation في الستروك, والعيان البروجنوز بتاعه هيبقى جود. الحاجه الثانيه اقل من 5 ممكن العيان ده discharge to home, discharge to home ومش هيحتاج ان يعمل rehabilitation. ده بالنسبه لل NIH score. يبقى زي ما قلنا ال NIH score مهم جدا ان انا في الامبروفمنت في الريهاب, مهم جدا في السيفيريتي اوف ستروك, مهم جدا ان انا ايزلي بيرفورمد, والايتمز بتاعته احنا مش هنتكلم عليها لان دي محتاجه ان هي جاست ان انت تطلعها من جيبك وتبدا تعمل تطبقها. طيب العيان انا جاني عملت له فيتال ساينس, تمام, عملت لها اسسمنت وديلنج اكوردنج. نمره 2 العيان عملت له خدت الهيستوري وشفت الريسك فاكتورز. نمره 3 اني انا عملت شفت الان اي اتش سكور بتاعي وتوقعت العيان ده هيبقى ايه. طيب العيان هل ادخل اديله تي بي اي على طول؟ لا, العيان محتاج ان انا اعمل له ايميجنج او جود يعني كوركت دياجنوزس. الكوركت دياجنوزس اكوردنج تو فاسيلتي انا بعمل اللي موجوده معايا, بعمل نان كونتراست سي تي او ام ار اي اكوردنج, يعني نان كونتراست سي تي او ام ار اي لازم يكون في خلال 20 دقيقه من وصول العيان للامرجنسي ديبارتمنت او الامرجنسي روم. هنا مهم جدا التايمنج, انا مهم جدا عند التايمنج, وفي سلايدز انا جايبها على التايمنج كل حاجه تاخد قد ايه. فلازم في خلال 20 دقيقه من وصول العيان اكون عملت سي تي للعيان, و 10 دقائق تاني للانتربريتيشن, 10 دقائق تاني للانتربريتيشن. لازم على طول اسحب بلاد جلوكوز ليفل, والبلاد جلوكوز ليفل بتاعي ده بصراحه المفروض ان يسحب في الامرجنسي ميديكال سيرفيسز. هو العيان واصل لي, المفروض اكون سحبت البلاد جلوكوز وعرفت ان العيان ده اللي يهمني هايبوجلايسيميك ولا لا, او ماركت هايبرجلايسيميا. هايبوجلايسيميك ده نوت انديكيتد فور تي بي اي, لكن لو كان سيفير
هايبرجلايسيميك ببدأ أتعامل معاه. الأكسجين ساتوريشن بتاع العيان، العيان الساتوريشن بتاعه لو أقل من 94 المفروض برضو ده من بيبدأ معايا من الإمرجنسي ميديكال سيرفيس، يعني في عربية الإسعاف، وأبدأ أديله أكسجين. السيرم الكترولايت very important، الصوديوم والبوتاسيوم وبالذات في الأولد إيج، لأن ممكن العيان يبقى كوماتوزد والكوما دي ميتابوليك أصلا. الرينال فانكشن ممكن العيان ده يبقى ميتابوليك انكفالوباسي، رينال انكفالوباسي تمام، وممكن أتعامل معاه على هذا الأساس. غير كده الرينال انفيرمنت، الرينال انفيرمنت مهم جدا في الـ في الـ لو أنا هدي كونتراست. الحاجة التانية مهم جدا لو أنا هدي تي بي اي. السي بي سي very important، السي بي سي ودايما ببص على السي بي سي على حاجات معينة مهمة جدا. أبص على الهيموجلوبين ليفل قد ايه، ببص على الار بي سيز قد ايه، ببص على البليتلت very important، أشوف البليتلت بتاعتي قد ايه، أبص على الوايت بلاد سيلز عشان بتديني فكرة عن في انفكشن ولا لا. الماركرز اوف كاردياك اسكيما، احنا عارفين ان في كوموربيديتي كتيرة بين الاسكيميك هارت وبين الستروك، عشان كده الماركرز اوف كاردياك اسكيما فيري امبورتنت، وخاصة ان معظم العيانين دول بيكونوا ديابيتك ممكن ما يحب يحسش بالبين، شست بين، فمهم جدا ان بتاع الكارديك اسكيميا. البروس تايم معينه البي تي تي. سامعني كده شادي؟ الصوت واضح؟ سامعينك يا دكتور. الصوت واضح يا دكتور. تمام. معلش اصل ساعات النت عندي انستيبل فساعات بيفصل ويجي بسرعه، فبحب اتاكد ان انتوا سامعيني. لا تمام يا دكتور، احنا مع حضرتك. ايه تمام. الاكتف بارشس ثرومبوبلاستين تايم، بعد المروحه شويه. الاكتف ثرومبوبلاستين تايم ده فيري امبورتنت، لان برضو ساعات بفاجئ ان ايه، ابص الاقي ان العيان مثلا جنرال فيزيشن اداله كليكسان، وده بيحصل معانا كتير. لسه حصل اول امبارح عيان بعد ما فوجئنا ان احنا بدا الدكتور خالد اللي هو المدرس المساعد بدا هو هايلي انديكيتد التي بي اي، وبدا يحقنه، واهل العيان خد هيستوري، ان كان خد هيستوري كويس او الناس ما قالولوش، وبدا يداله 10% البولس، واكتشف ان العيان واخد امبول كليكسان ايفن حتى بيفور ما يعمل سي تي. تمام. يبقى مهم جدا ان انا اعمل البي تي تي، وفعلا عملنا البي تي تي ولقيناها نورمال، وكملنا الانجكشن بتاع العيان. الاي سي جي فيري امبورتنت، يبقى الحاجات دي فيري امبورتنت وما بتاخدش وقت. الحاجات دي مهمه جدا ان انا في الديلنج معايا وفي التريتمنت وما بتاخدش وقت كتير. الحاجه المهمه جدا بقى السي تي، بقى عملت السي تي لازم اعمل اسسمنت بسكيل بقى، مش اسسمنت العيان فيه انفاكشن ولا ما فيهوش انفاكشن، والعيان ده لا ده فيه فيسمنت للصلصال، لا ما فيش فيسمنت للصلصال. في حاجه اسمها الاسبكت سكور ميلي تحدد في الانتيرو سيركوليشن، زي احنا من شايفين كده الكوديت نيوكلاس والانترنال كبسول واللينتفورم نيوكلاس والانسولا. تمام. دول 4 بوينتس بتوع البيزل جانجليا، بياخدوا 4 بوينتس في الاسبكت سكور. بعد كده الام 1 ده الانتيرور الانتيرور ميدل سيريبرال ار، الانتيرور اللي هي قصاد الانسولا على طول، وبعد كده ام 3 اللي هي بوستيرور بوستيرور ميدل سيريبرال ارتري افكشن، بوستيرور بارت اوف ذا ميدل سيريبرال ارتري افكشن. دول بيبقوا على الليفل اوف بيزل جانجليا، ام 1 وام 2 وام 3
بيبقى على الليفل بتاع البيزل جانجلا. لو طلعت لفوق شويه على الليفل بتاع الفنتريكل هلاقي ام 4، ام 4 دي فوق على فوق الام 1 على طول، وبعد كده ام 5 برضو فوق الام 2، وبعد كده الام 6. دول 10 بوينت، 10 بوينت بيسموهم الاسبكت سكور. نورمال العيان ما بيبقاش فيه في الاريا دي نورمال كلها، بتبقى البيشنت بياخد 10. لو من 8 ل 9 يبقى سمول برانش انفكشن، سمول برانش انفكشن، وده بيمشي مع المايلد ستروك اللي احنا اتكلمنا عليها في الان اي اتش، كورليتد بالان اي اتش على طول. من 6 ل 7 ده بيبقى وان ميجر ديفيجن بيبقى افكتد، هنا ممكن هنا انديكيتد للتي بي اي، انديكيتد للتي بي اي. من 1 ل 5 العيان بيبقى غالبا في ميجر ديفيجن افكتد، وده بيبقى هنا انديكيتد للثرومبكتومي، او بيبقى الثروك بتاعته العيان كلينيكالي بتبقى سيفير. لكن زيرو بيبقى توتال ميدل سيريبرال ارتري اوكلوجن، يبقى العيان ده لو زيرو يبقى توتال ميدل سيريبرال ارتري اوكلوجن. من 1 ل 5 يبقى ده بيج انفكشن او major vessels affected، ممكن middle cerebral big area او big branch من middle cerebral artery، هنا ممكن ادخل فيه اشوف thrombectomy ولا لا. لو من 6 ل 7 ده indicated في التي بي اي، وانا اتوقع ان التحسن هيبقى افضل. يبقى الاسبكت سكور هنا very important. يبقى بعد ما عملت ال ان اي اتش اشوف السي تي بتاعي، السي تي بتاعي لو هيموراجيك خلاص ده مش في سكه الهيموراج، لو نورمال او انفكشن ابدا اعمل له الاسبكت سكور واشوف انا في انهي الريت بتاعي قد ايه في الاسبكت سكور. طيب واحد هيسال سؤال، هل الاسبكت سكور ده بيتعمل في الانتيريور سيركيليشن بس؟ هو طلع في الانتيريور سيركيليشن، لكن بعد كده اتطبق برضو في البوستيريور سيركيليشن. لو البوست سلاماي بياخدوا 2، لو الميد برين بياخد 2، لو البونس بياخد 2، لو البوستيرو الاوكسيبيتال كورتس بتاخد 2، السريبلر هيمسفيرز بياخدوا 2، يبقى كده برضو 10 بوينت. دلوقتي احنا عملنا ده الروتين او السيمبل، ان انا عملت خدت هيستوري وخدت ريسك فاكتورز وعملت ان اي اتش سكور وحددت الريت بتاعي ايه وعملت اسبكت سكور في الايمجنج. طيب بعض العيانين بلاقي فيهم ريلاتيف كونترا انديكيشن، اعمل لهم سيرتن انفستيجيشن. بعض العيانين بعد ما اعمل السي تي اعمل سي تي انجيو، ليه؟ لان انا متوقع ان انا في بيج فيزلز، فعايز اعمل سي تي انجيو عشان اشوف العيان ده انديكيتد ثرومبكتوم ولا لا. معلش انا جايبهم من تحت لفوق، هعمل سي تي انجيو او اعمل سي تي برفيوجن عشان اشوف الاريا بالنمبر بتاعت قد ايه، او اعمل ام ار اي ديفيوجن عشان التايم اونست بتاعي مش واضح. لو التايم اونست بتاعي مش واضح يبقى دي في بعض الحالات. بعض العيانين لو في possibility of seizure، لان السيجر من ضمن relative contraindication في التي بي اي، يبقى هنا العيان اما طبعا لو السيجر واضحه كلينيكال والفتس واضحه خلاص يعني مش لازم اعمل اي جي، لكن لو في possibility of fit انا شاكك ان عند العيان ده فت، وفي حالات كتير بتبقى اتيبيكال وممكن فعلا من الهيستوري انا او غيري او الجونيور ستاف ما يقدرش يحدد ان دي اكشوال فيت ولا لا، او ايفن التمبرال لوب فيتس ما نقدرش نحددها غير لو انا عملت الاي اي سي. بعد كده في عيانين كتيره بعمل السي تي والاقي السي تي نورمال. طب السي تي نورمال ده وانا عند الهيستوري عند العيان في شويه نيك ستيفنس او عنده في بوزيتيف منينجيال ساينس، يعني انا حاطط بوسيبيلتي ممكن العيان ده يكون سب اركنويد هيموريج وايرلي ستيج الفيرست والسكند ستيج ممكن ما يبانش في السي تي، يبقى هنا لازم اعمل لامبر فانكشن عشان اشوف ان في بلاد ولا لا. العيان ده بوسيبيلتي اوف انا مش شاكك في بعض الحالات بشك ان ده هل دي ميتاستاتيك ولا انفكشن، وفعلا ما بتبقاش باينه لازم اعمل شيست راديوجرافي عشان اشوف لو في لانج ديزيز ممكن ريليتد ولا لا.
اي بي جي بلاد جازز بعملها لو العيان ده هيبوكسيك او في بوسيبيليتي ان العيان انا الاقي هيبوكسيك ومش متفسره والعيان كونشس، يبقى انا بوسيبيليتي اوف بالمونري امبوليزم ساعات كتير بتبقى كو انسيدنت مع الامور، فلازم انا لازم اعمل اي بي جي عشان تحدد لي لو العيان فعلا هيبوكسيك. خليني افكر في العيان ممكن يكون في بالمونري امبوليزم مع الانسيد، واحنا ما بنتكلمش على التي بي بس، احنا بنتكلم الار تي بي اي بس، احنا بنتكلم على ستروك عموما. انا بتعامل مع ستروك بالليفل بتاعها السيفيريتي بتاعتها ده مايل ولا مودريت ولا سيفير. لو عندي فيميل يانج فيميل المفروض ان اعمل بريجننسي تيست عشان ممكن في حالات كنت انديكيتد ان انا ادي فيها التي بي اي. طبعا بلاد الكحول ليفل ده مش عندنا. التوكسيكولوجي سكريننج حالات كتيره بتبقى انكيفالوباسي وليس استروك، وممكن انا لازم احط بوسيبيليتي اوف ان ده توكسيك. الهيباتيك فانكشن فيري امبورتنت، لان انا هدي انتي بليتلت وهدي انتي كواجولانت، وممكن العيان لو سيفير وكوماتوز ممكن العيان ده هيباتيك انكيفالوباسي. الثرومبين تايم ده مهم جدا لو انا عندي بوسيبيليتي ان انا ادي انتيدوت. يبقى دي حاجات سيلكتد بيشنتس، مش كل العيانين انا هعمل فيها الحاجات دي، لكن ده اكوردنج الكلينيكال اللي موجوده، الكلينيكال برزنتيشن بتاع العيان، وهو اللي بيعمل لي دايركشن ان انا اعمل الحاجات دي ولا لا. طيب لو لخصنا القصه دي كلها يعني في الالجوريزم ده، ان هنلخص الموضوع ده كله، معلش ان انا بتكلم بسرعه، حسيت ان انا اخرتكم وحسيت ان انا خدت وقت في الاول كتير، فيمكن بتكلم بسرعه شويه. لو انا عملت سامري للكلام اللي احنا قلناه في الجوريزم، ان العيان لو عند ستروك، العيان الستروك ده اليرت اند ستيبل، جاييني كده كونشس وحلو وتمام واموره كويسه وستيبل، بشوف الفيتال ساينز فيري امبورتنت، بعمل له سي بي سي وبي تي تي تمام، وعصير الليفل اوف صوديوم وبوتاسيوم واي سي جي، وبعد كده اروح بعته على طول اسحب العينات دول والبلاد شوجر، واروح بعته على السي تي او الام ار اي اكوردنج. الام سي تي او الام ار اي العيان نورمال او اسكيميك ستروك هتعامل معاه كانه اسكيميا، العيان هيموراجيك هشوف العيان ده انت سيربرال هيموراج ولا سب اراكنويد، واتعامل معاه اكوردنج، ده مش اور سكيم. طيب لو العيان امبيرد كونشسنس، وفي لاتراليزيشن يعني ستروك بقى امبيرد كونشسنس يعني كوما، في لاتراليزد وفي نون لاتراليزد. النون لاتراليزد بحط بوسيبيليتي اوف ميتابوليك لغايه ما اعمل كونفرميشن ان دي ميتابوليك، لكن ممكن بيبقى نون لاتراليزنج ويبقى ستروك، دي فيري امبورتنت. يعني احنا دايما النون لاترالايزنج نقول لا ده مش تبعنا، دي تبع البطنه مالناش دعوه بيها، لا النون لاترالايزنج كوما ممكن تبقى ستروك سواء برين ستيم او بايلاترال او خلافه، ليها تفسيرات كتيره مش هنتكلم عليها دلوقتي. يبقى لازم اعمل اي بي سي اللي احنا اتكلمنا عليها في الاول، مهم جدا العيان يجيني بعمل له اي بي سي، وده فيري امبورتنت ان طوارئ الستروك دي emergency اتعامل معاها زي الام اي، اتعامل معاها زي اي حاجه. النايب اللي موجود في الاستقبال او المدرس المساعد اللي موجود في الاستقبال بيجري على الحاله كemergency، لان من نمره واحد دي التايم بتاعي فيري امبورتنت، كل تاخير في دقيقه مهم جدا وهنتكلم عليه بعد كده. الحاجه الثانيه ان انا ممكن الدقيقه معايا تفرق في العيان ده. الفيتال ساينس فيري امبورتنت، الاي سي جي مونيتورنج عشان اشوف الاي اف، ومونيتورنج وليس اي سي جي ان انا اعمل له اي سي جي، لا مونيتورنج. الرايل فيدنج ديترماين ارتيريال بلاد جازز اي بي جي، وبعد كده بدي اوكسجين ساتوريشن بنزل كانيولا اللي هو العيان اقل من 94 الاكسجين ساتوريشن بتاعه. بعمل بقى كومبليت نيورولوجيكال اكزامينيشن عشان اشوف ان انا بتعامل مع ايه، بعمل الالكترولايت والجلوكوز على اساس ان انا اشوف العيان ده ميتابوليك ولا لا، بعمل السي بي سي والبارشال ثرومبوبلاستين تايم
واكوردنج تو الكيسز اللي قدامي ممكن اطلب انفستيجيشنز ثانيه زي الفار فانكشن زي ابدومينال سونار وخلافه. بعد كده اظبط العيان الاول قبل ما ابعته هيعمل سي تي. احنا دايما معلش الزملاء النواب والمدرسين المساعدين العيان قبل ما يبص عليه ويشوفه او يعرض عليه بتاع البطنه، وممكن للاسف بتاع البطنه نفسه بيروح يبعته يعمل سي تي قبل بتاع العصبيه ما يشوفه او دكتور الاعصاب ما يشوفه. لا، انا في حاجات امرجنسي اتعامل معاها الاول وبعد كده تي سيف لايف، ان انا بشوف العيان ده انقذ حياته الاول وبعد كده ادور يعمل سي تي. لسه في معلش في عيان في القسم عندنا دخل في اكيوت اتاك اوف تسنيا ودي ساتوريشن، انا طلبت من النايب يطلع بيه على العنايه على طول عشان يعمل له اسسمنت ويعمل له اكسجين سورس ويعمل له يعني سيف لايف للبيشنت ويشوف الدنيا ايه ويحطه على مونيتور والكلام ده. فوجئت ان طبعا النايب ما سبوش حاجه، حد تاني قال له لازم ينزل يعمل سي تي لحسن يدخل ايه يكون دخل في هيموريج. دخل في هيموريج ايه؟ انا هتفرق معايا ايه دخل في هيموريج ولا دخل في انفكشن دلوقتي؟ انا بعمل سيف لايف للعيان، ان انا اتعامل مع العيان الاول وبعد كده ادور ان العيان ده ستروك ماشي، هيموريج ماشي، انفكشن ماشي، لكن ده اللي هو الفيري امبورتنت. دي لو احنا في مكان فعلا الناس بتاخد حقها ده ممكن انا يعني اتقاضى فيه او اقاضى فيه. فهي امبورتنت ان انا لو العيان لو في امبيرد كونشسنس او العيان حصل له سادن ديتوريشن ان انا اعمل له سبورت ريسبيريشن وكاردياك سبورت. مهم مهم مهم، يعني ده very important. خلاص العيان حصل له stabilization أبدأ أعمل له CT بقى with contrast وزوته contrast زي ما أنا شايف العيان بقى. أشوف البلد بريشر بتاعي البلد بريشر بتاعي أكتر من 120 أبدأ أتعامل معاه دايستول، أكتر من 220 سيستول ابدا اتعامل معاه. نيجي للبلاد بريشر تاني يا اخوانا سامعيني، ابوس فوق دماغكم، بلاش كابوتين سب لينجوال، بلاش كابوتين سب لينجوال، بنقول الكلام ده 50,000 مره، بلاش كابوتين سب لينجوال، وبرده بندي كابوتين سب لينجوال. للاسف انا لسه كان في عيان من كام يوم، العيان كان البلاد بريشر بتاعه 180 على 110 وفوجئت ان حد اداله كابوتين سابلينجوال دخل في هايبوتنشن، والعيان كان الجلاسكو ماسكيل بتاعه قول 14 وصل 8 والعيان كان هيموريج. تمام، فهو للاسف انا حتى بقول لهم لما قلت له ده كونترا انديكيتد او قلت لزميله ده كونترا انديكيتد قال ايه ده هو الكابوتين سابلينجوال كونترا انديكيتد ده احنا ماشيين فيه زي الميه في الاستقبال. الله، طب ما ايه فائده الكلام اللي احنا بنقوله، ايه فايده الكلام اللي احنا بنقوله ده؟ ابسولوتلي كونترا انديكيتد ان انا انزل البلد بريشر بالطريقه دي. وطبعا تريتمنت اوف هايبر تنشن سواء بري ستروك او بري تي بي اي او بوست تي بي اي ده محتاج محاضره لوحده هنتكلم عليها. لو العيان عنده سيريال فيتس، العيان سيريال فيتس هبدا اديله فينيتوين انترافينوس او ديبكين انترافينوس او تراتام انترافينوس اللي موجود عندي الافيلابل موجود ايه. لو العيان ده اريزميك ابدا اتعامل معاه. خلاص العيان بالسي تي او الام ار اي هنرجع ندخل في السكه اللي احنا دخلنا فيها قبل كده اسكيميك او هيموراجيك وابدا اتعامل معاه تاني. اعتقد ان يا ريت تكون الصوره اتضحت في تلخيص القصه ايه. العمليه مش صعبه بس هي العمليه محتاجه شويه كير وعدم مش التسرع. لا احنا عايزين تسرع، احنا عايزين نجري بسرعه ونشخص وندي تريتمنت للتايم، يعني مش عايزين نفهم خطا. اي خطا في الحاله بتاخر العيان كتير قوي. احنا ساعات بيقول لك
فرقت ايه؟ لا فرقت، بتفرق كتير، بتفرق كتير في الاوتكام. وده العيان اللي بيفرق. يعني مثلا واحد الستروك ممكن يشخصها دكتور الاشعه، ممكن يشخص دكتور الاشعه الستروك، بس اهل الناس ممكن يقول لك ده عنده جلطه، ايده ورجله تقلوا عليه عنده جلطه. تفرق ايه الفرق بين انا واذر سبيشاليتي از اذر سبيشاليتي والجنرال بوبوليشن؟ مهم جدا في الايتيمز اللي احنا بنتكلم عليها. تمام. يبقى هنا بقى ده الاسسمنت بقى. احنا قلنا مانجمنت معناها ان دياجنوزس اند تريتمنت، خلاص ده الاسسمنت بتاع العيان. الاسسمنت من اول ما يجيني في الامرجنسي ديبارتمنت او الامرجنسي روم، تمام، ده بياخد المفروض ما ياخدش وقت معايا. خلاص الاسسمنت بتاعي ان انا احدد كل الحاجات دي، مش عايز ارجع والخصها تاني، لكن المحاضره مقسومه لجزئين، جزء اسسمنت وجزء اللي هو الانترا فينوس تي بي اي بروتوكول. خلاص الاسسمنت اللي احنا اتكلمنا عليه بالتفصيل، بعد كده هنيجي نتكلم على الانترا فينوس تي بي اي بروتوكول. خلاص انا عملت العيان سي تي ولقيته العيان ده انديكيتد من الهيستوري بتاع العيان، من الهيستوري فيري امبورتنت الهيستوري، وبرجع تاني اقول الهيستوري وريت ناخد الهيستوري بالتفصيل، ما يكونش العيان واخد كليكسان او انتي كواجولانت، ما يكونش العيان العيانه بريجننت، ما يكونش ما يكونش ما يكونش فيري امبورتنت زي الايتم اللي احنا اتكلمنا عليها. الحاجه الثانيه الايمجنج الاسبكت سكور والاذر ايمجنج لو انا محتاج اذر ايمجنج. الحاجه الثالثه اللاب فيري امبورتنت. يبقى الثلاثه دول خلاص هيستوري ان اي اتش هيستوري انكلودد هيستوري اكزامينشن انكلودد مينلي ان اي اتش، بعد كده اللاب، بعد كده الايمجنج. خلاص انا من الحاجات دي قررت ان العيان ده انديكيتد فور تي بي اي انترافينوس، تي بي اي انترافينوس. هنتكلم على التي بي اي بروتوكول. ايه التي بي اي ده؟ التي بي اي يعني كمقدمه كده، التي بي اي ذا اونلي تريتمنت بروفد انتل ناو، زي ما اتكلمت في اخر المحاضره اللي فاتت، ان هو الوحيد اللي بيفتح للارتري اللي اتقفل، عشان بعمل ريبرفيوجن وارجع البلد للاريا اللي افكتد سواء البنمبرا او الكور. طبعا الكور يعني بيبقى ده يعني هنا لو انا رجعت البلد سبلاي للكور وزن تايم ويندو، دي حاجه كويسه جدا، لكن اللي يهمني اكتر للبنمبرا. التايم بتاعي تايم اوس بتاعتي خلال ماكسيمم 4 ساعات ونص، ماكسيمم 4 ساعات ونص. ليه ماكسيمم 4 ساعات ونص؟ لان كل ما كان بدري كل ما الاوتكام احسن. يعني احسن اوتكام بيحصل لغايه 3 ساعات، احصل اوتكام بيحصل لغايه 3 ساعات. بعد كده بعد 3 ساعات ده بتبقى فاريبل اكوردنج تو ميني فاكتورز. كل تاخير نص ساعه في العيان بيقلل البروجنوزس بنسبه 10%. كل دقيقه بتعدي على العيان حوالي 2 مليون نيرون بيموتوا، وحوالي 14 بليون سينابس ماي داي. ده عشان نقول اهميه التايم 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 التايم. لكن مش معنى كده ان التي بي اي زي ما اتكلمنا قبل كده ان هو خلاص ماجيك بقى هدي للعيان العيان يتحسن او ما يتحسنش. زي مثلا في دكتور والدتها او دكتوره والدتها خدت تي بي اي، ازاي العيانه ما اتحسنتش ما خدت التي بي اي؟ اكيد التي بي اي بتحكم بايظ، اكيد التي بي اي بتحكم تخزينه مش كويس. لا طبعا هي ريت معين التي بي اي مش بيحسن كل الحالات. وزي ما اتكلمنا قبل كده انا عندي تو ليفل فيري امبورتنت، ماكرو ليفل ومايكرو ليفل. ماكرو ليفل على مستوى البلاد فيزل نفسه ان انا بفتح الاوبستراكشن، ومايكرو على مستوى السيلز. انت ساعات عيان بتعمل له ام ار اي وام ار اي تلاقيه دنس هيموبليجيا، وتعمل له ام ار اي وام ار اي تلاقيه كل الفيزلز بتاعته بيتنت في الام ار اي، تمام، ودنس هيموبليجيا. خلاص يبقى العمليه مش عمليه ان هو خلاص تي بي اي ده ماجيك. الحاجه الثانيه وصول العيان ليا بدري في خلال الاربع ساعات ونص، ده قليل جدا على مستوى العالم مش عندنا بس،
برضو هنا على مستوانا احنا في مشاكل كتيرة مش اوروسكوب دلوقتي نتكلم عليها. العيان قبله حد في السكة اداله كليكسان، قبله حد في السكة كسر له 10 راس اسبرين تحت لسانه، ولا اداله مش عارف ايه تحت لسانه يقول لك انا انقذته. في حالات بتفك تي اي اي يقول لك انا انقذت العيان، وطبعا في حالات بقى هيموراجيك ترانسفورميشن بالهبل، يعني هيموراجيك ترانسفورميشن حالات كتير جدا العيان يجيني بهيموراجيك ترانسفورميشن، يبقى انا عملت ديتيريوريشن للعيان. طيب ايه هو التي بي اي؟ ايه هو مولكيول التي بي اي ده؟ مولكيول التي بي اي ده عباره عن حوالي يمكن 527 امينو اسيد. ده الشكل بتاعه بيتكون من 5 دومينز، فينجر دومين وجروس فاكتور دومين وكرينجل 1 وكرينجل 2 وبروتيزس دومين. الدومينز دي فائدتها ان كل دومين ممكن يعمل يتحد مع اماكن معينه في الاكشن بتاعه، مش التايم بتاعها دلوقتي، لكن دي الشكل بتاع تي بي ايه وايه الدومينز دي وايه العلامات اللي بارزه شمال ويمين. دي فكره سريعه كده ومبسطه عن التي بي ايه، لدرجه ان التي بي ايه في كلام ان موجود بارينكيماتس في البرين تي بي ايه، مش في الفيسس بس، موجود بارينكيماتس في البرين تي بي ايه. ودي يعني هنفكر فيها بعدين ونتكلم فيها بعدين. طيب هناخد فكره مبسطه على التي بي ايه المفروض انتر فيسيولوجيكال كونديشن. ايه اللي بيحصل انتر فيسيولوجيكال كونديشن؟ انا الفيزلز اهي حصل له انجري، لما حصل له انجري الفيزلز عمل كلوت فورميشن. الكلوت فورميشن الباسو فيسيولوجي بتاع الكلوت فورميشن زي ما انتم عارفين ان بتحصل تطلع البليتلتس بيحصل لها اكتيفيتد، وبعد كده لما تبقى اكتيفيتد بتبقى اجريجيتد وتبقى عامله زي الشوكه كده سبايكي وبتتجمع مع بعضها. لما تبقى زي الشوك كده تخبط في بعضيها البليتلس وتتجمع بعض في بعضيها، وبعد كده الكواجوليشن فاكتورز والفاكتورز اللي بتطلع انا مش هتكلم عليها بالتفصيل، بتكلم عليها جلوبالي. الاندوثيليال سيل السب اندوثيليال في انزيمز بتطلع مع الانزيمز اللي في البلد، كله ده بيعمل لي فايبرين. الفايبرين ده بيعمل لي زي مش نتورك، تيجي البليتلس تبقى بلاجد فيها، ولدرجه ان بيقول لك في الاخر بتتربط كانها في الاخر خالص بتبقى ماتوريشن، تحصل لها ماتوريشن، تتربط كانك بتربط حاجه كده اللي هو شوز البلاش، الشوز بلاش اللي مؤاخذه رباط الحذاء، بيروح تروح رابط بيها الكلوت كده البلاد كلوت وتبقى مربوطه. الاندر فيسيولوجيكال كونديشن بيطلع في عندي اندوجينس تي بي اي، التي بي اي بيحول البلازمينوجين لبلازمين، والبلازمين يعمل ديجراديشن يطلع ديجراديشن برودكت، هاي فايبر ديجراديشن برودكت بتدوب لي الكلوت دي او البلاد بيمشي. لكن عشان كده جت فكره او تي بي اي الاكتيفيتي بتاعته ايه. الصوره دي بتوضح لي ان ان انا عندي بروسيس كتيره بتاعت الكلوت فورميشن. البليتلس في النهايه دي البروسيس بتاع البليتلس بتحول لي بتحول بروسترومبين لثرومبين، ده في النهايه، والبروسترومبين بيحول فايبرينجن لفايبرين، والفايبرين بيعمل لي ماتيور فايبرين خلاص. برضو ويحصل فيها بلاج، البليتلس بتبقى اكتيفيتد وتبقى بلاج في الفايبرين ده. برضو الكاسكيد بتاع الكواجوليشن فاكتورز مش هنتكلم عليها بالتفصيل، في كاسكيد بتاعتها في النهايه بتوصل للثرومبين بيحول الفايبرينجن لفايبرين وبيحصل ماتوريشن للفايبرين، وتيجي البليتلس بلاجد في الفايبرين ده، وتيجي الفايبريشن ديجريديشن برودكتس تعمل لي ديسولف للثرومبس. البلازم الفايبرينولايسس من ضمنهم التي بي اي او الاكتيلايز بتعمل بتحول البلازمينجن للبلازمين، البلازمين هيروح عامل لي يطلع لي الفايبريشن ديجريديشن برودكتس عشان يكسر لي الفايبرين، ودي الميكانيزم بتاع الاكشن بتاعه. طيب هو في فاكتورز بتبقى افكت
الاكتيفيتي بتاعت التيشو بلازمينوجين اكتيفيتور. عشان كده احنا بنقول ايه، مش كل حاجه ان لازم العيان يبقى خد في التايم ويندو ويبقى كل العيانين يتحسنوا كومبليتلي. في عندي انهبيتوري فاكتورز وفي اكتيفيشن، يعني النورمال بروسيس بتاعي او البروسيس بتاع البلازمينوجين يتحول بلازمين، البلازمين يعمل لي ديجريديشن فايبرين ديجريديشن فاكتورز عشان يكسر لي الفايبرين ويدسولف الثرومبس. في فاكتورز بتعمل لي اكتيفيشن او تزود او تحويل البلازمينوجين للبلازمين زي التيشو بلازمينوجين اكتيفيتور، ده احدهم. اليوروكاين نيز ده في الدكتوراه انترا ارتيريال، كنا بندي انترا ارتيريال لغايه السايتو اوف ثرومبس. برضو الفاكتور 10 وفاكتور فاكتور 11 اكتيف فاكتور 11 واكتيف فاكتور 12 بيعمل برضو اكتيفيشن. الحاجات دي بتعمل اكتيفيشن، لكن في حاجات بتعمل انهيبيشن، تعمل انهيبيشن زي البلازمينوجين اكتيفيتور انهيبيتور 1 و2، ده بيعمل لي انهيبيشن للاندوجينوس تيشو بلازمينوجين اكتيفيتور ويعمل لي انهيبيشن لليوروكينيز. وبرده الثرومبين اكتيفابل فايبرينولايسيس بيعمل لي انهيبيشن، والالفا 2 انتي بلازمين والالفا 2 ماكروجلوبولين، دي كلها فاكتورز بتاثر على التيشو بلازمينوجين اكتيفيتورز. بعد كده طيب الانكلوجن والاكسكلوجن كريتيريا بتاعه العيان، يعني العيان اللي انا اقول العيان ده انديكيتد في التي بي اي اور نوت، العيان ده ستروك كوزنج ميجرابل نيورولوجيكال ديفيسيت. ميجرابل نيورولوجيكال ديفيسيت قلنا ان اي اتش كام، تمام، من 5 ل 15 خلاص، ده الايديال. اقل كده من كده ماينور ستروك في كلام ندي ولا ما نديش، واكتر من كده سيفير ستروك ممكن تاخد معاها ثرومبكتومي. الانسب بتاعتي المفروض اقل من 4 ساعات ونص، كانت الاول 3 ساعات لكن دلوقتي اقل من 4 ساعات ونص. الايج بتاعي اكتر من 18 سنه. طبعا في كلام كتير من 18 ل 80، في ناس بتقول لك لا بعد ال 80 ممكن ندي، في ريليتيف كونترا اندكيشن وفي كونترافيرسي، في كلام كتير هل العيان ندي اقل من 18 ولا ندي اكتر من 80 سنه، دي في كلام كتير. بعد كده في اكسكلوجن كرايتيريا، في ابسولوت اكسكلوجن كرايتيريا وفي ريليتيف اكسكلوجن كرايتيريا. طبعا والايمجنج المفروض اشوف الاسبكت سكور بتاعي. لو العيان واخد هيت روما في الثلاث شهور الاخرانيين دول، لو العيان ده اللي انا قلت لكم سجستيف اوف سبراكنيوت هيموريج، العيان انا حاسس ان فيه شويه منينجال ساينس تمام، لكن ايفن حتى السي تي بتاعه نورمال. لو العيان ده في السبع ايام اللي فاتوا كان في ارتيريال بانكشر، ودي بنشوفها حالات كتيره، بنشوف العيان كان ام اي من اسبوع وعمل ستنت او عمل دياجنوستيك كاسيتر ده وعامل فيمورال بانكشر او ريديال بانكشر، تمام. لو العيان عنده بريفيوس انتراكرانيال هيموريج في اخر 6 شهور، لو العيان بوسيبيليتي اوف نيو بلازما او اي في ام او انيوريزم، لو العيان عامل انتراكرانيال او انتراسباينال سيرجري ريسنت، لو البلاد بريشر بتاعي 185 ديستول على 110 ديستول لغايه ما التايم ويندو بتاعه ينتهي، لكن انا ممكن اعمل لورنج للبلاد بريشر تمام في الفتره دي وممكن يبقى انديكيتد. لو العيان فيه بوسيبيليتي اوف اكتيف انترنال بليدنج، بليدنج من انترنال يعني يورينري تراك بليدنج او خلافه، لو البليتلت كاونت بتاعتي اقل من 100,000، لو العيان ريسيف دي هيبارين وزن 48 اورز تمام، اند اليفيتد بي تي تي اباف ليفل. طبعا في حالات احنا بنبقى يعني زي الحاله اللي انا لسه قايل لكم عليها ان احنا عملنا لها بي تي تي وكان واخد امبول كليكسان، بس طبعا احنا كان ممكن لو اكتشفنا ان كان واخد الامبول كليكسان قبل ما يبدا ما كناش ادينا، لكن احنا اتشجعنا وعملنا له بي تي تي والعيان امبروفد.
لو العيان واخد انتيكواجولانت زي الاورال انتيكواجولانت بس الاي ان ار بتاعه اكتر من 1.7 خلاص. لو كارنت يوز اوف ثرومبين انهيبيتورز، لو الجلوكوز بتاعي اقل من 50 لان ده ممكن يكون اصلا يتحسن بالانجكشن اوف كونسنتريتد جلوكوز او انترافينوس جلوكوز اللي هو 2.7 مللي مول. لو العيان ده الانفكشن في السي تي اكتر من ثيرد سيريبرال هيمسفير، اكتر من ثيرد سيريبرال هيمسفير يعني هلاقيها تقريبا حوالي 7 في الاسبكت سكور، 7 تقريبا في الاسبكت سكور خلاص. ده absolutely contraindicated. في relative contraindication. relative contraindication قال لك ان انا ممكن لو العيان عنده 1 relative contraindication ممكن اديله. ايه relative contraindication؟ minor or rapidly improving stroke. الماينور ستروك اللي هي من 1-4. طب rapidly improving stroke تمام، rapidly improving هنا بس مش قبل 4 ساعات، مش قبل 4 ساعات ونص، او بمعنى صح hesitating stroke. بتبقى hesitating stroke العيان يبص النايم يلاقيه يتحسن مرة، النايم او المدرس المساعد بلغني بحالة قلت له اديها، قال لي لا ده بتتحسن يا ابني اديها، قال لي لا ده بتتحسن اتحسنت خالص، انا مش شايف العيان. فطبعا بعد شوية قال لي لا ده بدأت ديتوريليت يا ابني اديها، بعد كده بص قال لي ايه التايم ويندو بتاعها خلص. طبعا العيان دي وصلت لدنس هيمبليجيا وديستربد كونشسنس وفعلا وفي الاخر ضايق. فهمني فهي الماينور ستروك والرابيدلي امبروفنج ستروك هيزيتيتنج ستروك بيفور ذا اند اوف ذا تايم ويندو ماست بي انجكتد، ماست بي انجكتد. البريجننسي ريليتيفلي كونترا انديكيشن. السيجر از ذا اونست with post-ictal residual neurological impairment، لأن أنا ممكن العيان ده ممكن يبقى هل ده stroke ولا هل ده post-ictal، في كلام كتير. even حتى لو post-ictal ممكن تاخد، إحنا بنتكلم على الأيديا لكن في كونترافيرس كتير. لو في major surgery أو trauma خلال الـ 14 يوم اللي فاتوا، لو في gastrointestinal bleeding أو hemorrhage من urinary tract، لو MI myocardial infarction recent myocardial infarction، عشان كده لازم تفتكروا كل حاجه قلناها كانت important. السلايد دي انا جايبها مش عشان اشرح اللي فيها، انا جايبها عشان اقول لكم التايم فري امبورتنت. العيان بري هوسبيتال، العيان بري هوسبيتال اتعالج، العيان انت في الهوسبيتال عشان اعمل له اسسمنت خلال 10 دقائق، complete examination في خلال 25 دقيقة، CT في خلال 25 دقيقة، بعد كده interpretation للMRI، بعد كده العيان ischemic بتعامل معاه تمام، لازم أحقنه خلال ساعتين أكون حقنت العيان، ولو العيان أزر diagnosis بتعامل معاه بهيموراجيك أو خلافه بتعامل معاه بطريقة تانية. الناس كلها العالم دلوقتي بيتصارع مش في إن يدي تي بي ايه ولا لا، العالم كله بيتصارع ان انت تشخص في خلال قد ايه تمام دور تو نيدل انجكشن، قد ايه تايم دور تو نيدل، يعني تقلل البري هوسبيتال ديلي وتقلل البوست هوسبيتال ديلي، ما يجيش الموظف الدخول بتاعي يقعد يتمطوح والنايب ما يتحركش غير ما العيان يعمل دخول، والنايب ما يفحص العيان غير لما العيان يعمل دخول، وبعد كده يعمل دخول العيان على بيت الحكيمة ما تجيب جهاز الضغط وتجيب جهاز السكر ومش عارف ايه، وتبعت طب شوف العامل فين عشان يشيل العيان وعشان يجيب التذكرة وعشان يودي العيان السي تي، يخلص التايم ويندو، وحالات كتيرة جدا التايم ويندو بتاعها بيخلص. والمشكلة في الاستقبال، الاخوة بتوع الاستقبال، مجموعة الاستقبال، ان العيان على بيت ما يشوفه بتاع البطنة ويبلغ بتاع العصبية بيكون التايم ويندو بتاعه عدى، عشان كده الريت عندنا قليل جدا، الريت اوف اتكشن قليل. طيب هاو تو جيف التي بي اي، هاو
how to give the TBA intensive care, لازم يكون عندي intensive care unit for monitoring. طبعا intensive care او stroke unit. Stroke unit, unit هنا انواعها compensator stroke unit او usual stroke unit. الانفيوجن بتاعي الدوز بتاعتي 9/10 ملغرام. انا واضح ان انا تاخرت عليكم او طولت عليكم, فهحاول الجزء ده اقوله بسرعه ومش هتكلم عن نورو بروتكتيف دراجز. الانفيوجن 9/10 ملغرام بير كي جي, ماكسيمم 90 ملغرام. بديه على مدار 60 minutes, بديه على مدار 60 minutes. ادي 10% بولوس عشان اشوف فيه هايبر سنسيتيفيتي ولا لا. بقيس الضغط بتاعي كل 15 دقيقة لمدة ساعتين, وبعد كده كل نص ساعة لمدة 6 ساعات, وبعد كده كل ساعة لمدة 24 ساعة. ما العيان أول ما يدخل لي ما بدأش أدي له تي بي اي وبعد كده أروح أركب له قسطرة, أروح أركب له نيزو جاستريك تيوب, لا, أأخر الحاجات دي, وبالذات لو هو سيف إن أنا يستنى بعد الحاجات دي بعد 48 hours عشان ابدا اركب الحاجات دي. ما ركبلوش كانيولا بعد ما بدات اديله تي بي اي, لا, المفروض اول ما دخل العيان عندي انديكيتد للحاجات دي ابدا اركبهم بسرعه قبل ما ابدا ادي تي بي اي. خلاص, بعد 24 ساعه بعمل سي تي او ام ار اي عشان اشوف الدنيا ايه. في الـ الاماكن اللي فيها العامل في الاول ام ار اي وام ار اي قبل ما يتحقق او عامل ام ار اي برفيوجن بعمل سي تي, لكن احنا هنا ساعات معظم الحالات بنعمل لها ام ار اي وام ار اي بعد الحاله عشان نشوف هل في ريكاناليزيشن لو في ارتري مقفول. احنا طبعا ما نعرفش لان ما عملناش قبليها, لكن ولا في بيج ارتري لسه في بيج ثرومبس عشان نقول والله العيان ده البروجنوز بتاعه كان محتاج ثرومبكتومي, لان احنا طبعا احنا لسه بنحاول نعمل نجهز موضوع الاندوفاسكولار. لو العيان ديفلوب سيفير هيديك او نوزيا او فوميتنج اثناء ما انا بحقن, تمام, او النيورولوجيكال مانيفستيشن بتاعته قلت, بوقف التي بي اي. السايد افكتس هقولهم برضو, انا حاسس ان انتوا زهقتوا فانا هقولهم سريعا. الانتراسيريبرال هيموج اكتر حاجه, الاورولينجوال انجيو اديما بعد كده, والهايبر سنسيتيفيتي رياكشن, والريكرنت ثرومبوزس. في حاجه كوليسترول امبوليزيشن سندروم, وسيستميك بليدنج ومايوكارديال رابشر. اذر فايبرينوليتيك ايجنتس زي الستريبتوكاينيز ده ابسولوتلي كونترا انديكيتد دلوقتي, الريتربليز واليوروكاينيز والانستراتراجليز اند ستافيلوكاينيز ده هاف نوت بين تيستد اكستنسيفلي. بعد كده في تينكتلبليز ده از ا موديفايد تيشو بلازمينوجا اكتيفيتور ويز ا لونجر هاف لايف اند هاي فايبرين سبيسيفيسيتي ذان التيبيز اللي هو الاكتيلايز ويز جريتر ريبرفيوجن اند ميجر فيزلز ريكاناليزيشن. ال defibrinating enzymes, في enzyme بي extract من derived from bit fiber venom من سم التعبان الحفري, demonstrated to cleave fibrinogen على طول rather than fibrin, وبيقلل ال viscosity وبيزود ال blood flow, ولكن this agent still under trial. ده اللي هو الكلام كله على التي بي اي وازاي اعمل اسسمنت وازاي اعمل ادي تي بي اي بروتوكول. كان المفروض ان انا اتكلم عن النور بروتكتيف ثيرابي الاذر ارم والسكسيد بتاعه وما بيتعطيش ليه لحد دلوقتي, لكن اشكركم, انا اتاخرت عليكم وطولت عليكم ومش عايز اغلس اكتر من كده, ونتقابل ان شاء الله في مرات أخرى إن شاء الله. وكل سنة وأنتم طيبين, وبشكر إيفا وبشكر أحمد, دكتور أحمد والدكتور شادي والدكتور مينا على تعاونهم المستمر بصراحة معنا, وبشكركم إن أنتم رضيتوا تسمعوني الوقت ده كله والعطلة, وشكرا جزيلا, ونتقابل مرات أخرى إن شاء الله.
العافية دكتور، شكرا لوقت حضرتك يا دكتور، وشكرا على المحاضرة الجميلة اللي حضرتك دايما بتمتعنا بيها دايما يعني، وبنشكر كل أساتذتنا وكل الدكاترة اللي كانوا موجودين معانا يعني، ونشوف حضرتك على خير يعني يوم الثلاثاء دكتور. ماشي، شكرا يا مينا. واي سؤال من اي حد طبعا، ما تهيألي ما حدش عايز يسأل دلوقتي ان زهقه، لكن اللي عايز يسأل ممكن يبعت لي اي سؤال او يكلمني، نشوف الدنيا ان شاء الله. شكرا يا دكتور مينا. لا لا دكتور، شكرا شكرا لحضرتك. شكرا شكرا دكتور محمد ديك. شكرا دكتور شادي، كتر خيرك حبيبي.